زيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي للأحد الحادي عشر من لوقا بمشاركة قدس الأيكونومس سوتيريوس هلسة في كنيسة تجلي المخلص البلد بحضور عدد من أبناء الرعية. وأشار سيادته في عظة القداس إلى أن الكثيرين ينشغلون بالاهتمامات الدنيوية، وهذا ما نراه في واقعنا ومجتمعاتنا. وفي ختام عظته أكد سيادته على ضرورة أن نذهب للعام الجديد ونحن متصالحون مع ذواتنا ومتزينون بالتوبة التي بها نفرح قلب صاحب العيد، راجين أن تحمل معها كل بركة ونعمة من لدن الرب والشفاء والصحة للعالم أجمع. كثير برات منقع بفخ، منا نهتم بشغلنا، منا نهتم ببيتنا، منا نهتم بأولادنا، منا نهتم بزوجنا، منا نهتم بزوجتنا، منا نهتم بالعشيرة، منا نهتم بالأقارب، منا نهتم ومنا نهتم. وكويس منعمل إنه منهتم، لازم منهتم، ولكن في أولوية، والأولوية هي لله. إنجيل اليوم بحطنا أمام هاي الأولوية. كتير مهم نحن روحياً وحتى نفسياً أبنائي إنه كل واحد فينا يحدد أولوية حياته. وطوبى للإنسان اللي أولويته بيكون الله يسوع المسيح. هاي الأولوية هي اللي لازم تكون بصدارة كل اهتماماتنا، لأنه بوجود هاي الأولوية يعني بوجود الله كل إشي بتقدس، كل إشي بدخل في الأبدية، وكل إشي بنعطى قيمته الحقيقية وحجمه الحقيقي. هذا شيء كتير مهم حتى نعمل توازن في حياتنا هون ونكنز كنوز إلنا في الحياة الأبدية، إنه يكون في عنا هاي النظرة لكل شيء حوالينا. عشان هيك قديش مهم هاي الدعوة إنه كل واحد فينا يراجع ذاته اليوم. ونحن منعيش أجواء الميلاد المجيد ومنستعد لهذا الحدث العظيم والكبير اللي هو تجسد الإله.